لا الحمد لله، من بداية اليوم نقدر نقول الكثافات على محاور إشراف الإدارة العامة للمرور أقل من المعتاد. نقدر نقول نسبة الكثافات بالنسبة لمحاور الإدارة العامة للمرور حوالي من 40 ل 45%. هنبتديها يعني بالنسبة للمناطق الدائري، أبرز الكثافات المتواجدة المتبقية الآن من أعلى البساتين متجه لمناطق التجمع الخامس مع منزل كوبري الاسترات فقط. بالنسبه لمناطق نفق السلام وقادم السلام ومتجه لنفق السلام استكمالا مع مناطق اعلى الزراعي، بعض الكثافات البسيطه على وشك الانتهاء. الاتجاه الاخر الحمد لله بنطمن جميع الساده المشاهدين بيعمل بشكل جيد جدا، باقي القطاعات الدائري بتعمل بشكل جيد جدا وبكامل فصائلها. مناطق محور 26 يوليو عندنا بعض الكثافات المتجه من 6 اكتوبر متجه لمناطق ميدان لبنان و15 مايو بالتحديد من اسفل الدائري حتى مناطق اعلى السودان. الاتجاه الاخر الحمد لله بيعمل بشكل جيد جدا حتى مناطق مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد. بالنسبه للطرق السريعه والصحراويه الحمد لله من بدايه اليوم لم يتم الاخطار باي حوادث او اي اعاقات مروريه، وكان عندنا فقط بالنسبه لاعمال بكوبري المشاه مناطق 100 حلفه، لكن الحمد لله تم رفع الاعمال والانتهاء من صيانه الكوبري نهائيا الساعه 6 صباحا. وبالنسبه للطريق الزراعي عندنا فقط الكثافات المعتاده من مناطق ألمة حتى مناطق اسفل الدائري متجه لشبرا وعلى وشك الانتهاء بحمد الله.